واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة والإنتاج الزراعي والحيواني، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات أمنية في هذا الإطار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 3 شركات للمواد الغذائية ومطعم بدون ترخيص بالقاهرة، بداخلهم أكثر من 10 أطنان مواد غذائية ولحوم ودواجن مجهولة المصدر. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من 19 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنها ما هو مجهول المصدر، داخل شركتين و3 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة. واستمراراً للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملات الأمنية لحماية البيئة والثروة الزراعية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 36 طن مواد غذائية بدون ترخيص و83 طن أعلاف حيوانية متنوعة بدون ترخيص داخل مخزنين بدون ترخيص للمواد الغذائية وجمعية تعاونية بدون ترخيص للثروة الحيوانية وشركتين غير مرخصتين للأعلاف الحيوانية بالجيزة، كما تمكنت من ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين بالجيزة تتمثل في عدم وجود سجلات الحالة البيئية وسجل للمخلفات الخطرة وتراكم النفايات الطبية الخطرة ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. كما نجحت في ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواد الكيماوية المعالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي بالجيزة، حيث تم ضبط 6 أطنان مواد خام سائلة مجهولة المصدر و49 طن منتج نهائي معالج لمياه الصرف الصحي مخالف للمعايير الصحية والبيئية. واستمراراً للحملات الأمنية بالجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية بداخله 28 طن ونصف مواد خام سائلة ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وضبط 20.5 طن إضافة إلى 38,500 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل 4 مصانع للمواد الغذائية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 42 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومخالفة للاشتراطات البيئية داخل مخزن بدون ترخيص لتخزين والإتجار في الأعلاف الحيوانية والداجنة بالقليوبية، وضبط 52 طن ونصف مخللات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالقليوبية. وبالقليوبية أيضاً نجحت الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها في ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتعبئة المنظفات الصناعية بداخلها 24 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر و 126,500 قطعة منتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر و9 أطنان منظفات صناعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر.